السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم يا أصدقاء، معكم أيوب من قناتي بي إن دي جيمز، واليوم أتيت لكم بفيديو جديد. ومن أين ظهر هذا الشخص؟ حسنا يا أصدقاء، أولا أنا آسف جدا لأنني سحبت عليكم تقريبا أسبوع ولم أرفع أي فيديو، فأنا آسف على هذا يا أصدقاء، آسف جدا. المهم، اليوم أتيت لكم بمود جديد يا أصدقاء، وهو مود الكهف السري أو الكهف الغامض. فيه بعض الوحوش سنذهب ونكتشفه يا أصدقاء معا، فهيا لننطلق. حسنا، سنختار الطائرة لكي نذهب إلى ذلك المكان، ومن الأفضل أن تكون طائرة سريعة. أولا سأريكم مكان وجود ذلك الكهف السري. أين؟ نعم، ها هو، إنه يوجد في هذا المكان. يوجد بصراحة، فإن الكهف لديه بابان، الباب الأول من هنا والباب الثاني يوجد على ما أعتقد هنا، يوجد هنا، نعم الباب الثاني يوجد في هذا المكان، لكن أنا أفضل هذا المدخل، فهو جميل جدا. حسنا يا أصدقاء، ولتقلع الطائرة. وقبل أن نصل إلى ذلك المكان يا أصدقاء، أريد أن أشكركم، شكرا لكم يا أصدقاء على دعمكم الرهيب والجميل، شكرا لكم على تعليقاتكم الجميلة والمحفزة، وشكرا أيضا يا أصدقاء لكل صديق قام بالاشتراك في القناة لدعمنا يا أصدقاء. وأتمنى أيضا يا أصدقاء أن تدعمونا في هذا الفيديو باللايكاتكم وكذلك تعليقاتكم الجميلة والمحفزة لكي نستمر يا أصدقاء. حسنا، وصلنا إلى المكان والقفزة. ليست لدي مظلة. حسنا، هي أصبحت لدي الآن المظلة. الكهف من ذلك المكان. ياس، لقد قفزت في الماء، لم أكن بحاجة إلى المظلة. يا سلام، والله قفزة جميلة جدا. أوكي، سنكمل بهذا القارب الصغير. انظروا معي، الكهف يوجد في هذا في الآلة. توقفي. لا زلت ترتدي من الحقيبة يا غبي. انتظروا، سوف نصعد من هذا المكان، من هذا الجبل. سأرى إذا كانت لدي أسلحة كافية، لأنني سأحتاج إلى الأسلحة. أعتقد هناك بعض الوحوش في ذلك الكهف السري الموجود هناك، وسنقوم باستكشافه يا أصدقاء معا. كما قلت، فإن الكهف لديه مدخلان، ونصعد من هذا المكان. نعم، قفزة جميلة. شوفوا معي هذا الطريق السري يا أصدقاء، في الجبل، محفور في الجبل، لمن يريد الصعود من هذا المكان. يا سلام، منظر جميل. سنسرع قليلا. حسنا، إذن أين هو الكهف؟ حسنا، الكهف يوجد هنا. حسنا، هذا هو مدخل الكهف. يا سلام، شوفوا معي، انظروا معي يا أصدقاء كم هو مظلم. لا شيء، لا نستطيع الرؤية أي شيء هنا. حسنا، سأستخدم النظارات فوق البنفسجية أو النظارات بالأشعة الزرقاء أو الخضراء، أو لا أعلم ماذا يسمون هذه النظارات بصراحة. بدأ الكهف يتوضح معنا. رأيتم؟ هذا هو، هذه هي النظارة فوق الأشعة الزرقاء. أرى هنا نجمة، وهناك نظارة أخرى بالقرب منها، أعتقد أنها نفس الشيء. حسنا، سنستخرج
السلاح لا نعلم ماذا سيخرج لنا من هذا الكهف. ها انظروا معي، ما هذا الشيء الغريب؟ هذه نجمة، وهذا الشيء الغريب لا أعلم ما هو صراحة. سوف أزيل هذه النظارات لكي لنرى. أوه، أعتقد أنهم الوحشان حارسان هذا الكهف، هذا الكهف السري. نعم يا أصدقاء، إنهم حارسان هذا الكهف السري. يس، أوه، ياه، انظر إلى شكلهما الغريب، لكنهما لا يتحركان، لا أعلم لماذا. إيه، أنا هنا، أنا هنا، يا وحوش، يا وحوش، ألن تقاتلونني؟ أنا دخلت إلى كهفكم، ما هذا؟ ما هذه الأشكال الغريبة؟ انظروا. هل هذا رأسيهما أم ماذا؟ انظر إلى هذه الأقدام، والله رأيتهم في أول مرة اعتقدت بأنهم عقربان أو لا أعلم عقربان، لكنهما لا يستجيبان، لا أعلم لماذا. سأقتلهم على أي حال، سأقتلهم. واو، الطاقة الخاصة بهم فهي قوية جدا. انظر يا أصدقاء، كم من رصاصة ضربتهم ولم يموتوا بعد، لكن لدي سلاح أيضا قوي جدا يستطيع إنهاءهما في خلال ثوان فقط. حسنا، هذا هو. إذا أريروني طاقتكم الآن. يس، الأول قتلته، نعم، وسوف يتبع الثاني. أوه، فزنا في المهمة. ميسيون كومبليت، يا سلام، أنهينا المهمة. أصبح المكان مظلم مرة أخرى. قتلت هؤلاء الحارسين فأصبح المكان مظلم. يا إلهي، أعتقد أن هناك مفاجأة أخرى. حسنا، ولنرى إلى أين يمتد هذا الكهف. أوه، لقد ابتعدنا كثيرا، حتى تلك انظر إلى تلك النجمة، إنها بعيدة جدا. أيوة، سريع سريع، أعتقد أننا وصلنا. وصلنا إلى نهاية الكهف. حل الغروب. أرأيتم هذا المدخل الثاني لهذا الكهف. واو، يا سلام، جميل جدا، لقد قمنا باكتشاف كهف سري. حسنا يا أصدقاء، لمن يريد مود هذا الكهف وتجربته كذلك ورؤية ويقاتل تلك الوحوش، ستجدون رابط أسفل الفيديو، كما أنكم ستجدون في داخل الملف طريقة تركيب المود. وهنا وصلنا إلى نهاية الفيديو. أتمنى يعجبكم الفيديو، وأتمنى ألا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة. كان معكم أيوب من قناة في اندي جيمز. أحب هذا القارب. أيوة، اسعد اسعد. لا 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 لا، استدير استدير استدير. ايوه، حسنا، كان معكم ايوب من قناتي في اندي جيمز. مع السلامه.